قال: والردة عن الإسلام وهي أن يأتي في أثناء العمل بقول أو فعل يخرج به عن الإسلام، كما هو مفصل في باب حكم المرتد. هنا يتكلم عن ما يبطل العمل وهو الردة، والردة الرجوع عن الإسلام إلى الكفر، الخروج من الإسلام والدخول في الكفر، وأسبابها مفصلة في كتب الفقه. فإذا وقعت الردة في العمل بطل العمل الذي وقعت فيه. توضأ وارتد يبطل الوضوء، يصلي فارتد بطلت الصلاة، وهذا بالاتفاق. لكن هل تبطل الأعمال التي انقضت قبلها؟ التحقيق من أقوال أهل العلم أنه إن رجع إلى الإسلام رجعت أعماله إلى الصحة، وإن مات على الردة بطلت جميع أعماله. نعم. قال: تبطل كل عمل وجدت فيه، فتبطل الوضوء والغسل والتيمم والصلاة مطلقا، والصيام كذلك، والحج والعمرة وغير ذلك، لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وأما العمل الذي عمله في حال الإسلام قبل ردته فهل يبطل بالردة إذا رجع إلى الإسلام أم لا؟ محل خلاف بين العلماء. نعم. الصحيح أنه يعود إليه عمله قبل الردة إذا أسلم، لقوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. نعم. والشاهد أن الله عز وجل قال: فيمت وهو كافر، فمفهوم هذا أنه إذا لم يمت وهو كافر فإن عمله لا يحبط ولا يبطل، بل يرجع إلى الصحة، بمعنى أن المرتد تعلق أعماله السابقة، فإن مات مرتدا بطلت جميعا، أما إن رجع إلى الإسلام فإنها ترجع إلى الصحة. نعم.